السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. في حاجة كده معينة لو موجودة في البيضة البلدي اللي بتطلع من الفراخ بتاعتك أو اللي انت بتشتريها، بتبقى دي ميزة كويسة جدا وبتأكد ان البيضة البلدي دي صحتها كويسة وطعمها كويس، وانت هتستفيد بيها استفادة كبيرة جدا. الحاجة دي او الميزة دي ان الصفار بتاع البيضة يبقى مائل للحمرة، ما يبقاش احمر غامق، لا يبقى كده مائل للحمرة مش اصفر قوي. البيض الافرنجي اللي هو بيض الفراخ التانية اللي بنربيها، اللي هي مش بنربيها، اللي هي بتتعمل مشاريع، اللي هي دجاج اللحم، اللي هي الفراخ الافرنجي، الفراخ الافرنجي البيض بتاعها ايه كبير وكده وكل حاجة، لكن طبعا طعمه مش حلو، طعمه يعني مش زي البلدي، والصفار بتاعه أصفر عادي. إنما الصفار بتاع الفراخ البلدي أو الصفار بتاع البيض بتاع الفراخ البلدي بيبقى مائل للحمرة، لكن ده مش بيحصل غير لما تعتمد على الأكلة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة. مش بس هنقول لك الأكلة، هنقول لك كمان الروتين اللي هتمشي عليه علشان يبقى بيض الفراخ البلدي بتاعتك طالع كده الصفار بتاعه مائل للحمرة، وما يبقاش زي البيض الفرنجي البيض اللي هو بتاع الدجاج اللحم. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم تكون واخد بالك ان صحة البيضة وجودة البيضة بتعبر عن صحة الطائر، وصحة الطائر او جودة الطائر اللي عندك بالضرورة هتخلي الطائر بتاعك يبيض بيض جودته عالية. يعني هي دايرة كده احنا بنلف فيها. لازم نعرف البداية فين. البداية ان الطائر اللي عندك تبقى صحته كويسة في الاساس، يعني السلالة بتاعته كويسة، والديك اللي هو الاب والام النتاية اللي جابوا الكتكوت ده اللي كبر وبقى فرخة بياضة الاصل، يعني يبقى صحتهم كويسة برضو، ما عندهمش امراض وما عندهمش اي مشاكل. وبعد كده انت بتاخد النشء الصغير ده، الكتكوت الصغير، وتربيه تربية باهتمام وبالروتين اللي احنا جايين نقولك عنه النهاردة. لو عملت كل الحاجات دي هتلاقي الفراخ البياضة بتاعتك بتخرج او بتنتج بيض فيه كل المميزات بتاعت البيض اللي هو جودته عالية. زي ايه مثلا؟ زي ان البيض يكون حجمه كبير، وزي ان البيض يكون صالح للترقيد والتفقيس، وصالح ان هو يتخصب، وممكن يتخصب عادي بسهولة شديدة. زي برضو ان طعم البيض يكون حلو جدا، وزي برضو اهم علامة بتؤكد ان البيض ده جودته عالية ان الصفار بتاعه ما يبقاش اصفر فاقع كده، لا ده يبقى مائل للحمرة، يبقى فيه احمر خفيف، والاحمر ده مش دم، الاحمر ده علامة على الجودة، دي علامة الجودة، دي علامة ان البيض ده جودته عالية. هنبدأ مع بعض بالروتين وهقول لكم السر الخفي ورا حمرة صفار البيض، ليه البيض بيبقى احمر، وازاي نحافظ على الحمرة بتاعة الصفار بتاع البيض علشان نحافظ على جودة البيض العالية. اول حاجة احنا عارفين ان احنا بنبدأ صباحا بوجبة العلف، حلو جدا، هنثبت وجبة العلف دي مش هنغيرها. وجبة العلف مهمة جدا وما ينفعش نستغنى عنها بأي شكل من الأشكال. ممكن طبعا في ساعات قلنا لكم نعمل بدايل للعلف كي مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، زي الرز المفلفل، زي الشعير، زي الحاجات الدافية بتاعت الشتاء دي، لكن لما بيدخل علينا الصيف احنا مش بنلاقي حاجات، يعني او مش يعني مش بنبقى عايزين ندفي الطيور صباحا لأنه ما كده كده الجو حر، يعني فاهمني، فمش بيبقى من المفضل ان احنا نقدم لهم اكلات دافية صباحا. ممكن طبعا نقدم لهم بدائل للعلف براحتنا، لكن مش ضروري تكون سخنة. المهم بقى، فاحنا اول وجبة معانا هي العلف، ودي احنا مثبتينها. العلف ده بالمقدار اللي احنا عارفينه من 60 ل 100 جرام في اليوم، ما يقلش عن 60 وما يزيدش عن 100 عشان تاخد الفايدة الكاملة وما تاخدش اي ضرر من العلف على الطيور او الفراخ البياضة بتاعتك. مع وجبة العلف دي في نفس الوجبة هتقدم شامي بس بكمية قليلة،
كمية قليلة من الشامي. طبعا كلنا عارفين ان احنا الشامي ده بنقدمه بالليل بدل العيش، لا هنقدم منه كمية قليلة خالص، كمية قليلة خالص مع العلف صباحا، كمية قليلة مع العلف صباحا. ركز معايا علشان الروتين ده هو اللي هيخلي الفراخ بتاعتك تبيض بيض الصفار بتاعه مائل للحمرة وطعمه حلو وجودته عالية جدا. تاني وجبة بقى على طول بعد وجبة العلف والشامي القليل هندخل على وجبة البرسيم، والبرسيم ده ما يتغيرش بقى، يعني ان كان العلف اللي احنا قلنا عليه في الاول ده ممكن نبدله ونغيره، لا البرسيم بقى الوجبة التانية ده ما يتغيرش، الحشيش ده او البرسيم كوجبة ثانية في اليوم بعد الظهر مثلا، الوجبة دي ما ينفعش نبدلها باي وجبة اخرى، هي الاساس في حدوتة النهاردة وهي السر الاهم وراء ان البيض يكون صفاره احمر، هي وجبة البرسيم. نقدم لهم البرسيم بقى لحد الليل، نقدم ليهم وجبة مشبعة جدا 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 من البرسيم لحد الليل، حلو جدا. في الليل بقى هنقدم ليهم العيش عادي جدا، وجبة العيش المعتادة اللي احنا بنتكلم عنها دايما. يبقى انت من الاول كده نعيد بسرعة، علف مع شوية شامي قليلين ده اول وجبة، بعد كده هنأكلهم في وجبة النهار الوجبة التانية الغداء برسيم اللي هو الحشيش كمية مشبعة للطيور بتاعتك، ياكلوا فيها لحد الليل. بالليل بقى تديهم ايه؟ تديهم العيش عادي جدا او اي كربوهيدرات او اي بطاطا عندك او بطاطس، ويفضل العيش. لو فضلت ماشي على الروتين ده، الروتين ده من البداية لحد اخرته وبالتفصيل اللي احنا قلنا عليه، هتلاقي الطيور بتاعتك بتبيض بيض الصفار بتاعه مائل للحمرة. وايه السر بقى وراء الموضوع ده؟ السر يا جماعة في تاني اكلة، السر في البرسيم او الحشيش. البرسيم والحشيش بيخلوا جودة البيض اللي بيتباض من الفراخ بتاعتك جودة عالية جدا، يعني مش عايزين نقول لكم قد ايه الفرق بين البيض اللي احنا الفراخ بتاعتنا بتبيضه قبل ما كنا يعني قبل ما نستخدم الحشيش ونعتمد عليه اعتماد مستمر، وبعد ما استمرينا على الحشيش، فرق بين السماء والارض. جربوا يا جماعة، في بعض الناس تقول لك طب اي خضرة بقى في النهار، كرنب، اي حاجة بقى، اقول لك ماشي، ما كل ده مفيد وكل ده بيزود انتاج البيض، لكن انا بكلمك على الميزة دي. الميزة دي بعض الناس بتحب تدور عليها، بتحب ان هي ايه يعني تعملها او تعرف سببها، وسببها يا جماعة في الخضرة دي، خضرة الحشيش او البرسيم. اللي عايز البيض يكون صفاره مائل للحمرة يستمر على وجبة الحشيش او البرسيم ضمن الروتين اللي احنا قلنا عليه. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة على قناة طيور فوق السطح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.